أخبار اليوم. هي ليها حق ولا ملهاش حق؟ لا ليها حق. طب يبقى الخلل عندنا، امتى هتيجي تاخد بطاقتها؟ يا اللي احنا بنقول كلام وما بنعملوش. يا فندم كل 15 يوم انا بستلم دفعه بطاقات، لسه بفرز، ما انا لسه بفرز سعادتك فيهم، انا لسه جايبهم. صحر ناس 24 ساعه احنا يا فندم اسمع، المواطن ملوش دعوه. الناس النهارده حضرتك تديها معاك قدامي تقول لها عايز سيادتك. والله لسه بنفرز في الكشوف. يا فندم هنقعد نفرز كام سنه؟ والله امبارح من الساعه 3 ونص انا لسه بنفرز. اديها معاك كمان اسبوع. عيني حاضر. قول لها معاك. حاضر يا فندم. امتى؟ قول لها معاك. حاضر. عشان لو ما جاتش وخدت البطاقه تجي لنا بقى. احنا عايزين، بص يا فندم، انتوا لازم كلنا نشتغل. لو حضرتك اشتغلت والموظفين اللي معاك اشتغلوا والدنيا اشتغلت، البلد هتطلع. والله يعلم ربنا. انا عارف، بس انا قصدي طريقه ثانيه للشغل. طب ما نحط، معلش يا فندم، نحط ان المواطن بيتعذب، ان المواطن بيتعب، ان ما فيش مكان تركن فيه، انها بتاخد تاكسي، بتاخد اتوبيس، حطها دي زي بنتك زي اختك. يا فندم احنا عايزين المجتمع كله يشتغل كده. انا عامل لا انا فندم زور البيوت حضرتك. تمام، انت مش غلطان، بس اديها معاد. حضرتك اديها معاد تيجي تاخد بطاقتها، ده صعب. لا يا فندم مش صعب. حضرتك اقعدي وما تمشيش الا بقى. انا مش بهزر وعمري ما هزرت في حياتي. طبعا هتديها معاد، ده حق المواطن. انا هكشف. قول لها كمان شهر. انا هكشف على اسمها دلوقتي حضرتك في البطاقه اللي لسه جت كده. اديها معاد يا فندم. معلش لجنه، او لو هي ممكن حضرتك تاخد رقم تتصل بيها وقول لها يا سيد فلان. كلهم باخد رقم يا فندم. انا كلامي واضح. انا مش عايز ان ستي تنزل من غير ما يبقى معاها معاد تيجي، نبقى كده دوله متحضره. انا معايا معاد لمدير التموين، هاجي اخد بطاقتي باحترام. فحضرتك راجع نفسك كده وخد تليفونها واديها معاد النهارده.